قرية النجب الله، ما تمديت ملول وشو ليت المهدي، قرية نعيش والفلاحة، رب البقر الشياه المعيز، فهمت؟ الدجاج كل شيء كل ما هو حاجة موجود، ويا الشركات هذانا تعبونا، الشركات هذانا مش يفلسون أصلا. أكلة فلاح تلقاه في العشرة ملايين مسوال ولا أكثر. نعم من الغلار على الفل. البقرتين هذا ناي عام أكثر فيهم ثلاثة ولا أربعة يفارعوا فيه ما وصلنا حتى نتيجة معناها نبيعوه من غير مزية. يلزمنا نبيعوه البقرة هذا من غير مزية. هذا الحل بتاعنا احنا معناها مش تخليه. خسرت. بايع خاص. نحكي لك معناها على أكثر من 10 ليرة. معنا كعبة كريم وجين نحكي لك على رصاص مطاطي عنا ضربوا فينا برشا معنا مواطنين مداهمات للديار اعتقالات معناها بطريقة عشوائية ثم شكون هزوه من داره أنا واحد من الناس هزوني من القهوة نهار الثاني هذا نتاع الاعتصام هزوني من القهوة فهمتني ناس تحلب في بقراتها وناس تعمل في فلاحتها وهدوا عليهم من ديارهم ويضربوا فيهم بالكريموجين وكلام زايد معناها لا قدروا لا كبير لا صغير عنا ناس أزماتيك وما نجمناش المشكلة وين حتى نمشوا نداووا للمواطنين اللي ضربوا ساعات هل يجي في الصاجة ويجي في الثاني ويجي في الواحد من برا هم اللي مضيعين نحن يبقى اعتصام ولا جبل الله الفلاحة كانوا يتحركوا تحت شعار يد تبني وأخرى تقاوم.